للاقتصاد. يسعد الله صباحك دكتور نصر. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح النور دكتور. يعني بالعادة ما نشهده هو انخفاض للدولار أمام الشيكل، إنما هذين اليومين أو بالفترة الأخيرة الشيكل ينخفض أمام الدولار ليصل إلى مستويات ما يزيد أو ما يقارب 3.63. ما الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الشيكل أمام الدولار؟ يعني هو سببين مباشرين. في سبب له صلة بالأداء الاقتصادي في أمريكا، واللي ظهر في بيانات قوية حول أداء الاقتصاد وفاقت التوقعات مع نهاية الأسبوع الماضي، وبالتالي هذا جعل المحللين والمتوقع واللي بيبنوا تقديرات بأنهم يقولوا بأنه أو يرجحوا أنه الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سيعود إلى تطبيق أو يستمر في تطبيق سياسة نقدية متشددة، فأصبح فائدة على الدولار من جديد، وهذا عامل قوة للدولار. وهناك أيضا الحرب الأوكرانية الروسية المستعرة، واللي قاعدة بتأخذ منحة ربما جديد وبتزيد المخاطر السياسية في العالم، وهذا كمان بدعم الدولار. على مستوى إسرائيل هناك في ضعف في الشكل، سبب لأنه في الحكومة غير مستقرة، في تجاذبات داخلية إسرائيلية، في اضطرابات، في محاولة السيطرة على القضاء وإضعاف القضاء، وبالتالي في معارضة شديدة من جزء واسع من الشعب الإسرائيلي. هذا أخاف المستثمرين في داخل الكيان الإسرائيلي، وأدى إلى هروب ونزوح عشرات المليارات من الدولارات من الاقتصاد الإسرائيلي، واللي كانت أصلا بالشكل، وقاموا بتحويلها للدولار. صار في طلب على الدولار عالي، وبدأ خوف من ابتناء الشيكل. هذا أدى إلى هذول العوامل جميعا، أدى إلى انخفاض الشيكل أمام الدولار بقوة. لكن عندما بدأت الأمور يتم مراجعتها وهدأت الحالة الهستيرية، عاد بالأمس وانخفض الشيكل من أعلى مستوى له تقريبا 73 الدولار، عاد وانخفض إلى 3.61 بالأمس، واليوم عند 3.63، يعني بدأ يستقر أكثر يعني. طب دكتور نصر، يعني رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال قبل يومين بعد تراجع قيمة الشيكل بأنه استقلال بنك إسرائيل لن يتضرر، فهل فعليا نتنياهو على ثقة بما يصرح به؟ يعني لا يستطيع أنه يعرض استقلالية بنك إسرائيل للخطر، لأنه هذا أظن يعني مضر جدا إله للاقتصاد الإسرائيلي، ويرسل رسائل للمستثمرين اللي أصلا هم دعموا الاقتصاد الإسرائيلي خصوصا في الهايتك، تقنيات الحديثة والتكنولوجيا وغيرها بشكل كبير خلال 10 سنوات أو 20 سنة الماضية. بالتالي هذا أظن خط أحمر، يعني حاول أن يطمئن في البنوك اللي أصلا حذرته من سيطرته على القضاء سابقا وحذرته من تداعيات اقتصادية، حاول يطمن في البنوك وحاول يطمن في بنك مركزي بنك إسرائيل والعالم إنه هذا لن يمس ولن يكون يعني جزء من برنامجه من يسيطر أو يفقد البنك استقلاليته، لأنه هذا اليوم في العالم شرط. في العالم اليوم مشان تكون ضمن ما يسمى منظومة العمل المالي والمصرفي في العالم، هذه المنظومة بتقوم على استقلالية البنوك المركزية، وأنا أظن أن الدول هذا خطوط حمراء، فيعني لا يستطيع أن يتدخل بها، ولا يستطيع أن يحدد سياستها النقدية، ولا يستطيع أنه يعني يقحمها في خلافات سياسية. فأنا أظن هذا جاء من باب التطمئن للعالم وللمستثمرين والبنوك أكثر منه له نتائج فعلية على الأرض يعني. دكتور، ذكرت بأنه الشيكل بدأ يستقر صباح اليوم، ولكن ما هي التوقعات للفترة القادمة، وهل فعليا سنشهد ارتفاع آخر خلال الفترة القادمة أم سيعود الشيكل إلى طبيعته مسبقا؟ هذا بيعتمد على كيف يتطور السيناريو على الأرض، يعني بمعنى يعني إذا الكيان الإسرائيلي حكومته معارض والمعارضين للحكومة اليمينية المتطرفة وصلوا لاتفاق بمبادرة الرئيس الإسرائيلي هيرتشوك، وجلسوا على الحوار وتوصلوا لاتفاق بأنه السيطرة على القضاء وإصلاح القضاء حسب رغبة بنكفير ونتنياهو يتم تجاوزها هذه المشكلة، وأنه ما يعود هدف نتنياهو يتراجع عنه أو يخفف من حدته، عندها بيستقر الشكل وبرجع بقوة بتعزز. أما إذا استمرت هذه الأزمة واستمرت التوترات الأمنية على الأرض، واللي آخرها كان شهداء نابلس بالأمس، والاجتياحات المختلفة مع الفلسطينيين، والسلوك العدواني السافر للحكومة الإسرائيلية، هذا بخلق توترات ما بفيد الشكل. وكمان
على مستوى أمريكا. يعني أمريكا إذا الانتشار 3 بدأ هناك بوادر بأنه الاتحاد الفيدرالي بيرفع سعر الفائدة، بنشوف أنه مرة هذه الدولار قد يرتفع أمام الشكل، لكن ليس كبير. يعني الارتفاعات لن تكون قفزات، وحتى لو حصلت قفزة يعاود مرة أخرى سعر صرف الدولار أمام الشكل يستقر. يعني هناك في ضوابط غالبا وفي مضاربات، يعني مش كلها ناجمة عن عوامل موضوعية مبررة، في مضاربات تستفيدوا منها. يعني مثلا بره الضفة الغربية الصبافين لو رحت بدك تصرف الدولار كان بالعشاشة 3.69 هم كانوا يصرفوا 3.62، وبالتالي يخافوا من انه يخسروا ويعود الدولار للخفاض، وهذا ما حصل. لكن في مضاربات كبيرة احنا مو جزء منها الصحيح، لكن بنتضرر او بنتأثر فيها يعني. بس هذا لا يعلم احد ماذا سيحصل الشيكل او الدولار، لكن انا برأيي انه حيكون متأرجح متذبذب وفي نطاقات ضيقة مش كبيرة يعني. كل شكر لك دكتور نصر عبد الكريم المحلل الاقتصادي الذي وضح لنا وللسادة المستمعين والمشاهدين حول الأسباب لأن الدولار يحلق عاليا أمام الشيكل. سنتواصل وإياكم مستمعين ومشاهدين، ولكن